السلام عليكم. والدي يوم 20 سقوط الموصل جون لقيت الدواعش البحر بعض الباب قدام العمل هو مو بالجو عندنا ورا الاسبوع نزلوا مصدر الدواعش بس ما ظلت تلقى كل اخويا مع بعض ولد اختي 60 كان كلهم متسقين ويا شطي سبعة واحد من داس بده والبقية ما ظل بس يلعبون وكذلك يعني كلها وجيهة بهذا الخصوص وناقشناها فأعتقد إحنا ما نقبل يعني أي مسلح يدخل إلى مخيم الآن عندك توجيه مو بس بتاع بس هسه إحنا ما زال جاب توجيه احنا دور وزارة النقل دور متميز بصراحة يعني 160 حافلة حوالي وعشرات الموظفين والسواق وعايفين واجباتهم جاي لنا سن الأخ محمد مدير قسم المسافرين يشكو من ضعف الموضوع الجانب الأمني بالإقامة بلم جامع هاي تشهرته مال يعني هنا وضعية يعني ومع ذلك احنا بتقل تقصير ما عندنا بشهادة جميع الهجرة يمكن يعرفون بيها احنا ما الفريق المشترك ما انقسم احنا يعني الله شاهد يعني اذا نضغط على نفسنا وتعرف كل احنا باكر انا نزلت مقاول يبنى لك حمام ان شاء الله يا عالم ان شاء الله لا عندنا مقاول راح نحول حمام على الامين حاليا وجدنا نسيب مساله فرضيه للايمن هسه عندنا 17 يعني طلب ثمانية سبعة وعشرين الوزارة أرسلت بحدود 78 آلية بين شفر وقلاب وكابسة النفايات وزعنا للمخيمات أثمس كابسة النفايات وعندنا فتحة جوالة من المخيمات شغلات الطارية نعالجها بأي مكان سيدنا من حالة جدا ملحة طريق السلامية جسر النيرة شنو اللي هو إرادة تأهيل هذا الجسر معنا هو الجسر الوحيد يعني هذا نقل مدينة عسكريين كلنا ما بقى على الحظ أول يحتاج 300 بس ما يقوم بتأهيله معلمين الجسر الوحيد الموجود في الشمال العفو الاستاذ اسمي لي النفط 350 مليون شنو يعني هي ايجار عاليات حادثه هاي على الامين وحتى شركه حمورابي مثلا واشوف علي هو طريق بحدود 5 يعني حتى سيارات وزاره النقل حاليا هي مدير الناحية في الناحية اللي موجود فيها المخيم كإدارة والجانب الأمني هو مسؤولية الشرطة المحلية وأحيانا تحصل بعض المخالفات توجيه سير الوزراء واضح كان جدا بمنع دخول أي عسكريين وأي مظاهر مسلحة داخل المخيمات فأرجو أن يعني يصير تقيد تام بها الموضوع الجديد أصبحت 10,900 المشكلة اللي أعاني منها أنه أنا التطوع الجديد أكثريته صار من المكون المسيحي والمكون اليزيدي ماكو اعتراض لكن اللي يحصل شنو اللي يروحون قسم النواب اللي يحصلون أمر بنقلهم إلى سهل نيل أنا بلحق كل شيء بروح استفاد من التطوع الجديد يعني النائب اليزيدي نقل اليزيدية على مناطقهم والمسيحيين نقلوا إلى مناطقهم فأنا أسأل التطوع الجديد راح يفرغ عندي وأنا مطالب بكل شيء الآن كل شيء أنا على عاتق دائما دكتور قبل أن تروحون للمخيم يعني وزارة الهجرة قدمت بما فيه الكفاية وزارة التجارة أيضا ولا يعني والمنظمات والمرجعية أيضا قدمت بما فيها الكفاية فالمواطنين يعني أي مسؤول يجي حاول يقول كل شيء معي فحتى تكون بالصورة يعني إحنا نشكر
وزارة التجارة، وزارة النفط، كل الوزارات تدخل فيها بشكل جيد جدا. يعني انت مدير ناحيه، المفروض اذا اكو احتياجات حقيقيه بالتاكيد تكون من خلال استدعاء النازحين او من خلال قياده هاي الفرقه غرفه العمليات اللي سيد اللواء موجود بها. جميع الرواتب حاليا ما عندنا، احنا البارحه قدمنا موقف لسيد رئيس الوزراء، ما عندنا عفوا ما عندنا موظف مباشر موقف سليم الا استلم راتب. قبل 10 ايام سلمنا للموظفين 21 راتب دفعه واحده، بعض الموظفين بالعافيه عليه استلم 18 مليون في هذه الظروف، فدخلنا الموصل بحدود 15 مليار. راح يحسن الحاله المعيشيه لمدينه الموصل، الموصل سوق الموصل يعيش حاله كساد، وكذلك ترفع من حاله المعيشه للفرد الواحد. فبصراحه احنا ما عندنا اي مشكله بالرواتب. جميع موظفي بلديات تينوى 30 وحده اداريه زائد المركز الموصل تم استلام رواتب، حتى في اي من الموصل اللي طلع السيد اللواء رفع عليها السيد رئيس الوزراء ووجه بالاستمرار بصرف الرواتب وبلغها الماليه، ان شاء الله خلال ايام كل الدوائر راح تستلم. تبقى همه الوزارات صريح حجي جيتوا ما يشيلوا رأس السيارات جابوا السيارات شلون الله يساعدكم شلون طلعتوا كانت سهلة الأمور صعبة والله زين زين Great. And did you get a food box? Not yet. Okay. And do you have a tent here? عندكم خيمة خلوا لكم خيمة لو بعد. لا أنا جالب بس. لا علي. Oh, you're from the east side. Wallahi, wallahi. How many children do you have? كم طفل عندك؟ ثلاثة. Where's the other one? وين اللي أخذ ثلاثة؟ أم وأم. Ah. Baby. Baby. زور المطبخ للناس يا رب. هذا مطبخ مال منظمة خيرية، هو مطبخ للمحافظة. بالأخير لا. تعال من المسؤول هنا تعال. السلام عليكم. السلام عليكم. البركة. تعال حبيبي افتح لي هذا بيك استاذ شرفتنا هذا تمنا هذا مستوي كامل انا قلت لكم ما دام صفيان اذا كاكم حسب الحاله اكو ايام نطبخ ثمانية اكو ايام نطبخ 10 بس اليوم ضمنا جماعه قالوا نزور في الخليج فطبخنا 60 صار لي 20 يوم هنا انا جيت بقلاوه ما جيت من شمال عشان شغله بس من صار لي 20 يوم يوميا اروح اجي لا مواد لا لا فرش لا شيء وين ما قاعد بالخيط لا والله ما قاعد لقيت هيكل قاعد فيه هنا ليش كيش قالوا ما زال ما جيت من شمال قلت لكم ما دور تاكسيات ما دور بس من صار جميع انواع العيادات عندنا خصوصا اكثر شيء الاطفال دكتور تعال
تفضل تفضل تفضل. عندنا كم علاجات تصير؟ عندنا شوكة. تعال بابا هنا، تعال حبيبي. تعال عندك. هذا جينا بدون تطبيق، لازم هو متحت الصحة العالمية منه هاي شو اسمه؟ لا لا لا. محمد ايش اي بلدي اي وجيت تسجل عليها علاج. بس شوي بس طول المجال. نزور هذا اليوم عدد من المخيمات ومركز استقبال النازحين للتأكد من سلامة الإجراءات التي تتم سواء في التدقيق الأمني أو في تأمين المتطلبات الأساسية قبل ترحيل النازحين إلى المخيمات المعدة لهذا الغرض. طبعا حركة النزوح هي أقل مما كانت عليه قبل فترة بسبب اقتراب إن شاء الله قواتنا البطلة من حسم هذه المعركة، وأيضا بسبب بقاء عدد من المدنيين ونسبة كبيرة منهم في مناطقهم بعد أن تم تأمينها من أي إشكالات سواء يعني القصف المدفعي أو غيرها، ولذلك نلاحظ أن حركة النزوح يعني أصبحت قليلة. هذا يؤكد نجاح هذه الخطة. الآن بصراحة تبنى أعداد جديدة من الخيم ضمن هذه المخيمات، ومنها المخيم الذي نزوره الآن التابع لمفوضية حقوق الإنسان شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبجهود المنظمة النرويجية التي تقوم بتأهيل هذا المخيم. تشرفنا هذا اليوم زيارة السيد معالي أمين مجلس الوزراء والسيدة ليزا جران والوفد المرافق لهم. طبعا هذه الزيارات الميدانية زيارات مهمة جدا، وتقع تجد حلول للمشاكل اللي موجودة في العمل ومن ثم معالجتها أيضا معالجة فورية. فاليوم نحن في المخيم الجديد اللي أنشئ من قبل اليونيش سيار. هذا المخيم بسعة 5000 خيمة في حمام العليل، وأيضا لديهم مخيم آخر بسعة 5000 خيمة في السلامية. الآن أكثر من 2000 خيمة أعتقد مستعدين أن يسلمونا إياها، ونحن محتاجين هذا العدد طبعا من الخيم لكون مخيماتنا يعني في الساحل الأيسر موجودة فيها خيام، ولكن هناك رغبة من أبناء الموصل خصوصا أبناء الساحل الأيمن أن يتواجدون في هذه المنطقة. في حال استلام هذا المخيم سنباشر بإدخال العوائل فورا إلى هذا المخيم. حقيقة اليوم زيارة سيد الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم لنقطة التدقيق العلمي في حمام العليل ولمخيم اليون الموجود في حمام العليل لإطمئنان على إنشاء المخيمات تحت قيد الإنشاء. معاناة النازحين كثيرة، لأنه اسم النازح هو اسم بائس، هو عايب بيته وعايب وطنه وجاي يقعد بخيمة، فمعاناتهم كثيرة. لكن احنا بالحد الأدنى نوفر لهم الخدمات اللي نستطيع أن نقدمها من قبل وزارة الهجرة، منظمات الدولية، الوزارات الحكومية وهكذا. تشرفنا اليوم بزيارة معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق والسادة المسؤولين لمخيم حمام العليل للاطلاع على وضع المخيم من كل النواحي، من النواحي الإنسانية والنواحي الأمنية. والحمد لله وجدنا الأمور تسير بشكل جيد، وخاصة الناحية الأمنية، شرطة نينوى واليوم تقوم بدور كبير في حماية النازحين وحماية المخيمات، وإن شاء الله سنستمر بهذا العمل لحين تحرير نينوى. اليوم تشرفنا بزيارة الأمين العام للوزراء الدكتور مهدي العلاق للاطلاع على واقع النازحين سواء في المخيمات في منطقة حمام العليل وكذلك في القيارة، وكذلك الاطلاع على أحوال المواطنين ضمن المناطق المحررة، وأوعز سيادته بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أجل ضمان عودة الاستقرار، وكذلك أشاد سيادته بالجهود التي تبذل من قبل الحكومة المحلية بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين سواء من الجانب الصحي والجانب الغذائي، وكذلك إيصال الماء الصالح للشرب. وقد امتن سيادته من الحكومة المحلية من هذه الخدمات التي تقدم بصورة عاجلة ومستمرة للمواطنين. Thank you.